سيادة السفير طبعا. ياسر عثمان سفير مصر طبعا في المغرب. سيادة السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك كابتن، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا وسهلا، تحيات الكابتن هاني رمزي لحضرتك وضيوفنا لحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا سيادة السفير. يعني سيادة السفير، اولا طمنا على بعثة النادي الاهلي وعلى كل الاجواء هناك. لا الحمد لله، طبعا بعثة النادي الاهلي بخير والتسهيلات كلها متوفره ليها. الجهاز المغربي حرص انه يوفر كل التسهيلات لراحه الفريق، ومقر اقامه الفريق كان في مدينه تطوان يوم 28 غايب النهارده. نعم. كان مكان مناسب ولائق جدا جدا، وملعب التدريب على حسب طبعا ما سمعت من النادي الاهلي برضه ملعب مناسب جدا. والفريق انتقل النهارده من تطوان ل مدينه بقى العيله العسكريه اللي هي طنجه، 72 كيلو من تطوان لطنجه عشان يكون جنب الاستاد ان شاء الله عشان بكره المباراه. طيب سيادة سفير، طمنا بقى بكره على الحضور الجماهيري اللي احنا عارفينه ان معظم التذاكر تم بيعها. صحيح، هو حضرتك التذاكر كلها سولد اوت، كلها تم بيعها من خلال المنصه الرقميه اللي بيتم طرح التذاكر عليها. نعم. وده طبعا دليل الاقبال الجماهيري الكبير جدا على الافتتاح وعلى الماتش. الجاليه المصريه ان شاء الله هتكون موجوده بقوه في الماتش. تم يعني التنسيق مع الجاليه بحيث انها تيجي من كل مدن المغرب تسافر على طنجه ان شاء الله عشان تحضر المباراه. كمان هيبقى في بعض الجماهير راح تيجي من القاهره مباشره. الحقيقه سياده السفير، طبعا يعني انا كنت لاعب سابق في المنتخب وفي النادي الاهلي، وعارف قد ايه حضراتكم بتكونوا اولا سعداء بوجود جاليه على مستوى الرياضه، خاصه كره القدم وخاصه النادي الاهلي. فعايز اعرف حضرتك كمان قيمة النادي الأهلي الكبيرة اللي شفناها من خلال الود وكرم الضيافة من الجانب المغربي، واسم النادي الأهلي اللي بينعكس بشكل إيجابي جدا على الأجواء هناك، شايف إزاي ده من منظور أولا حضرتك كسفير مصر في المغرب، وقد إيه الناس فخورة في المغرب بوجود النادي الأهلي في الأراضي المغربية؟ هو حضرتك عندك حق جدا في كل كلمة. هو حضرتك إحنا النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام هي دبلوماسية رياضية، وواحد من أكبر دعائم العلاقات بين مصر وبين المغرب. النادي الأهلي ليه شعبية كبيرة جدا، ليه محبة كبيرة جدا جدا بين الجماهير المغربية. وفي عامل ثاني كمان، إنه الشعب المغربي لمس في الشعب المصري. صحيح. والإعلام المصري كانوا مساندين للمغرب خلال كأس العالم. فهم بصراحة يعني هناك محبة وإعزاز ورصيد، وإن شاء الله ده هيبان في الماتش بكرة إن شاء الله في الكأس. سيادة سفير، الإعلام في المغرب هل هو مساند للنادي الأهلي ولا هو مشغول فقط بالوداد؟ لا لا لا، مهتم بالنادي الأهلي ومساند للنادي الأهلي. اه، لأنه طبعا الأهلي بيلعب في مجموعة غير الوداد، وبالتالي مظبوط المجموعة دي بالذات يعني في مساندة للنادي الأهلي باعتباره الأهلي قيمته. ثانيا هم كمان شايفين قد إيه إحنا ساندنا المغرب في كأس العالم، وهم شايفين إن ده يعني من واجبات الضيافه بقى ان هم كمان يهتموا بالاهلي لما يجي. هل من المحتمل ان احنا بكره نشوف جاليه مصريه موجوده في المباراه؟ يعني اكيد وصل لحضرتك يعني. اه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله احنا بنعمل على كده ان شاء الله. وزي ما قلت جاليه جميله هتيجي من كل المدن في المغرب، لان طبعا طنجه في الشمال اكثر، وفي ناس اصلا سافرت اكثر من 500 كيلو عشان تستقبل النادي الاهلي لما يوصل 28 بالليل. حضرتك هتلاقي اسر، اطفال، سيدات موجودين لما وصل النادي الاهلي يوم 28 بالليل، قاعدين بقى لهم ساعات بيحملوا لافتات، كل ده عشان يعبروا عن حبهم للنادي الاهلي ويعبروا عن تشجيعهم للنادي الاهلي. الحقيقه سيادة السفير، احنا دايما بنشكر السفاره المصريه على دورها الكبير ودورها الرائد الحقيقه في مقابله كل البعثات الرياضيه وكل المصريين الحقيقه في كل دول العالم، وبالتالي احنا بنشكر حضرتك جدا 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 على هذا الاهتمام الكبير وعلى الاستقبال الرائع من قبل السفاره المغربيه او السفاره المصريه في المغرب لبعثه النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا سياده السفير، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. شكرا جزيلا سياده السفير ياسر عثمان. شكرا جزيلا يا فندم. سفير مصر في المغرب.